أعلن برنامج الأغذية العالمي أن أهالي غزة سيكونون أكثر عرضة لانتشار الأمراض وذلك على قطاع واسع. وأوضح البرنامج أن توفر المياه النظيفة يشكل أيضاً تحدياً كبيراً، مضيفاً أن جملة الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة ليست كافية ولا تمثل سوى خطوة أولى. لا غذاء ولا ماء ولا وقود ولا مستلزمات طبيه هذا هو حال قطاع غزه بعد نحو اربعين يوما من العدوان الاسرائيلي المتواصل الذي طال البشر والحجر وحول الحياه في غزه الى كابوس لا يطاق برنامج الاغذيه العالمي في الاراضي الفلسطينيه المحتله حذر من ان جميع سكان قطاع غزه في حاجه ماسه الى المساعدات الانسانيه وان مخاطر طبيه وصحيه عديده بدت تواجههم في ظل عدم قدره سكان القطاع المحاصر على الحصول على الطعام الصحي والمياه النظيفه وسط تعطل المرافق الاساسيه الاخرى البرنامج يرى ايضا ان اهالي غزه سيكونون اكثر عرضه لانتشار الامراض على نطاق اوسع نظرا لانهم لا يتناولون ما يكفي من الطعام والتغذيه مما يضعف جهازهم المناعي خاصه مع اقتراب فصل الشتاء المواد الغذائية في المتاجر على وشك النفاد بينما اغلقت المخابز ابوابها هكذا حذر برنامج الاغذية العالمي لافتا الى ان توافر المياه النظيفة يشكل ايضا تحديا كبيرا فيما اشارت الامم المتحدة الى ان جملة الشاحنات التي دخلت الى قطاع غزة ليست كافية ولا تمثل سوى خطوة اولى ودفع غياب الخدمات الاساسية في القطاع السكان الى اساليب بدائية في التنقل وفي تأمين وسائل الطاقة ناهيك عن تهديد جديد يواجه النازحون الذين يعيشون قصة عنوانها الفرار من القصف الإسرائيلي نحو واقع تنعدم فيه شروط الحياة وهو انتشار الأوبئة بشكل مؤكد في ظل اكتظاظ المخيمات والملاجئ بالاشخاص حيث كشفت منظمه الصحه العالميه عن تسجيل اصابه عشرات الالاف من الاشخاص بالتهابات حاده في الجهاز التنفسي الى جانب انعدام توفر المياه النظيفه للشرب مما يجعل الاستحمام من امور الرفاهيه في واقع صحي يزداد سوءا يوما بعد يوم